قالت عضوة حزب العدل جيهان عطاء إن جلسة الحوار الوطني الخاصة بحل العدالة الاجتماعية شهدت نقاشات واسعة بشأن تطبيقها لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك لتنمية الموارد البشرية. أضافت جيهان عطاء خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن ذلك يسهم في تطوير سياسة العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرصة والفرص ما بين جميع فئات المجتمع. تكلمنا في الجلسة السابقة في لجنة العدالة الاجتماعية عن برامج الحماية الاجتماعية، لأنه مفهوم العدالة أشمل وأعم من مفهوم الحماية. مفهوم الحماية بيتعلق بالفئات الهشة والمحتاجة لحماية وفقا للمتغيرات الاقتصادية اللي احنا بنتعرض ليها. أما العدالة هو مفهوم بيشمل تطوير كل عندك الموارد البشرية، ليس فقط الفئات الأكثر ضعفا، ولكن كل مواردك البشرية أنت بتحتاجي تعملي لها تطوير وتنمية، وبالتالي اللي بتستغلي ده في أن أنت بتعملي تطوير لسياسات العمل عندك. تطوير سياسات العمل بيكون من خلال شفافية الاختيار في الأساس، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الاختيار اللي بيتم وفقاً لسياسة موضوعة مسبقاً، بيتم من خلالها انه الناس اللي بتتقدم للوظائف المختلفة بتخضع لاختبارات، نتيجة الحصولهم على درجات محددة بيتم اختيار وفقا لنتيجة كل فرد.